أستاذ فراس صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور، تحياتي لكم. أستاذ فراس، نبدأ من آخر تطورات إدلب. قصف النظام المتواصل لمناطق بريفي إدلب وحماة، هل ينم اليوم عن وجود خلاف بين الجانبين التركي والروسي حول تطورات إدلب الميدانية مؤخرا؟ يعني طبعا هناك خلاف بين تركيا وروسيا، أو بعض الخلاف ممكن أن نقول في بعض النقاط بين كلا الطرفين، لأن كلاهما يبحثان عن مصلحتهما الأكثر على أرض الميدان. لكن هناك نقاط مشتركة لا أعتقد أن روسيا تستطيع أن تتجاوزها مع تركيا. نعلم أن هناك دفعا أوروبيا خلف تركيا يمنع ربما الحرب الكبيرة إن كانت ستحدث في إدلب. لكن أعتقد أن هناك إيران هي ربما أيضا تلعب دور آخر في المنطقة. يعني قبل فترة سمعنا أن هناك بعض اشتباكات حصلت ما بين القوات السورية نفسها، أي القوات الحكومة الرديفة التي قيل أن بعضها يتبع ربما مباشرة ل يعني ممكن نقول وصاية إيرانية والأخرى وصاية روسية، وهذا حدث اشتباك بينهما. ربما إيران تريد أن تلعب دورا آخر في تلك المنطقة عبر نفوذها المعروف في بعض القوات. ولكن إذا أردنا نتكلم عن روسيا وتركيا، أعتقد أن الطرفين متفقان حول أن العملية العسكرية في إدلب خطيرة. هناك اندفاعا أو عفوا دفعات هجرات ستكون كبيرة. تركيا سترفض هذا بشكل مطلق، لأن أيضا هذا خسارة لها بالنسبة لناحية النفوذ وكل ما تبنيه الآن. وبالنسبة لروسيا تريد أن تربط هذه القضية أيضا في شرق الفرات، هي لا تريد أيضا أن تخسر في شرق الفرات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية نعلم أن لديها تنسيق الآن مع تركيا ربما في شرق الفرات، وربما هذا التنسيق ينجح إذا استطاعت تركيا أن تتغاضى على بعض المسائل. هذا ممكن، وبذلك سيكون لتركيا ربما اليد الطولة في الشمال السوري تقريبا، بينما ستقل النفوذ الروسي وطبعا من ورائهم الداعمون كان دمشق أو طهران. أستاذ فراس، انطلاقا مما قلتموه اليوم، من مصلحة روسيا أن يتم الانتهاء مما توصلت إليه بمحادثات أستانا، أي كل التوافقات التي جرى التوصل إليها من المنطقة خفض التصعيد خاصة بإدلب بشمال البلاد، وهي الملف الشائك الذي ما زال بين الجانبين؟ روسيا تفكر أعتقد بطريقة براغماتية توسعا. يعني هي تعلم الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تمتلك 30 أو 33% من المساحة في الأرض السورية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها هي بشكل عام تركيا وليست روسيا ولا إيران. إذا كانت تريد أن تقوم بأي عمل عسكري أو استراتيجية عسكرية في المنطقة كلها، ليس فقط في سوريا، حتى ممكن المنطقة تشمل إلى الشمال إلى أوكرانيا، لا يوجد سوى الحليف التركي في هذه المنطقة. ولذلك هنا روسيا تحاول أن تبقي على بعض الأمور الأساسية. أولا إبقاء العلاقات مع تركيا الجيدة الآن، بل حتى أنها جيدة جدا. ثانيا ما اصطلح عليه باسم الاستقرار في سوريا. الاستقرار في سوريا يعني لابد أن تتجاوز عن كثير من الاختلاف في الرؤى السياسية والميدانية حتى في سوريا. ولذلك سنرى أن حتى في تقدمات أو تقدم بالمباحثات التركية الأمريكية مثلا في الشرق الأوسط، تأتي تركيا مباشرة لتطمئن روسيا بأن سيبقى التواصل مع روسيا حتى وإن كان هناك تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستقرار. وآخرها ما سمعنا عن أن دوريات مشتركة مع روسيا في إدلب، ربما هذا قد يجر نوعا ما في بعض المناطق في الشرق الأوسط، لكن هذا يحتاج إلى قراءة أعتقد أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نحن نقول حاليا هذا في حال الوفاق، لكن في حال حصول خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تختلف المعادلة. أستاذ فراس، يعني أتيتم للذكر بالدوريات المشتركة، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين التركي والروسي بتسيير بالمنطقة الممنوعة السلاح بإدلب. الإعلان أتى على اللسان التركي ولم تعلق عليه موسكو، هل ينم اليوم عن رفض روسي لكل مجمل التطورات أو الذي لم تستطع تركيا أن تقوم به بعد اتفاق سوتشي الذي تم التوقيع عليه بأيلول سبتمبر الماضي بين الجانبين، وهو إخراج الجماعات التي تصنف إرهابية من هذه المنطقة؟
أعتقد الصمت الروسي لديه أهداف. أولا عدم الاندفاع باتجاه الفكرة التركية، لأنه يريد أن يبقي الضغط على تركيا بكل الأحوال، لأن كما قلت أن شرق الفرات ما زال في عين روسيا. كيف يمكن استقطاب الشرق؟ ونعلم يعني هناك الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هناك تخوف روسي حقيقي بالنسبة لشرق الفرات. وإذا راجعنا التصريحات السابقة سنجد أن كثيرا أو كلها تقريبا لا توافق الرؤية التركية أبدا. إضافة إلى نقطة أخرى، هي أيضا لا تريد أن ربما أن تجعل خصومة بينها وبين حلفائها، إن كانت إيران وأيضا في حكومة دمشق، هذا لذلك هي ربما حتى الآن تبقى صامتة. النقطة الثالثة هي لاستقراء وقراءة الوضع، أتوقع في المنطقة بكل برمتها، لأن اللجنة العسكرية المشتركة بين كلا الطرفين، يعني نحن نعلم منذ عدة سنوات كان هناك لجنة مشتركة استخباراتية وسياسية وأيضا عسكرية روسية تركية من أجل التنسيق في موضوع سوريا. أتوقع أن هذا أيضا من باب استكمال التنسيق، لكن النقطة الأساسية التي أراها هي إبقاء الضغط على تركيا. وأيضا لابد من تركيا أن يعني أن تعلم أن كيف ستقدم هذه الدوريات المشتركة، هل على حدود إدلب، هل في الداخل، أم أن الدوريات تكون متوازية ليست مع بعضها ربما في منطقة معينة. نعم أستاذ فراس، وبتركيا كيف قرئ هذا التطور العسكري، قصف النظام السوري لمناطق بريفي حلب وحما، بريفي إدلب وحما، هل هو تهيئة لعمل عسكري، لهجوم عسكري على محافظة إدلب تحديدا؟ شخصيا لا أتوقع أن يكون هناك هجوما عسكريا، لأن الكل رافض لذلك، تركيا، أوروبا، الاتحاد الأوروبي، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا هذا معروف، لذلك هناك حدود، لذلك تبقى ربما فراس قصف من على الضغط. أستاذ فراس أسفي على المقاطعة، ولكن ما يروج لهكذا مقولة أو لهكذا فرضيات اليوم تصريحات وزير الدفاع التركي خلوسي أكار اللي حذر فيها أوروبا وحذر أيضا الأراضي الأمريكية من أن إن ما حصل أي تطور بإدلب المهاجرين سيصلون من جديد إلى أوروبا وأيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. نعم هذا صحيح، لأن أعتقد السيد خلوسي أكار هذه رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية للضغط على أوروبا بدورها لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة المنطقة الآمنة. هو يهدف في هذا التصريح المنطقة الآمنة. تركيا لن تتهاون أبدا في مسألتين، المسألة الأولى حدودها الجنوبية والأمن بكل أصنافه، الأمن بالنسبة لتركيا، وأيضا لن تزيد في أعداد اللاجئين ولن تتحمل الأعباء الاقتصادية القادمة في حال حصول ذلك، إذا فتتحمل أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لم يكن واردا في السابق حول مسألة أن اللاجئون قد يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا أعتقد أن انزعاجا تركيا واضح في مسألة الشمال الشرقي بالنسبة لتركيا. نعم هناك مفاوضات حتى الآن، لكن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرار، ما زالت ربما تماطل بشكل كبير. وهنا أعتقد أن حتى مسألة ممكن نربطها في مسائل أخرى كإيقاف عضوية تركيا في مسألة مشاركتها في إنتاج الطائرات أو تسليمها الطائرات F-35، بعد ذلك تركيا قد تتجه إلى طائرات السوخوي الروسية بمنظومة S-400. هناك عدة أمور حقيقة معقدة في هذا الملف، وكل الطرف تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يستخدمان أوراق للضغط على بعضهما، حتى روسيا تعلم هذا، ولذلك هي تبدأ في أيضا المناورة بين كلا الطرفين. ولكن أعتقد أن بالنسبة لتركيا الآن هي لا تفكر في مسألة السماح أو السماح بالنسبة للحرب على في منطقة إدلب، أن هذا حتى الآن باهظ. ولكن إذا استمر عدم المبالاة بالنسبة للمصالح التركية، وأيضا تركيا إذا لم تأخذ ربما ما تريد من أمنها القومي في الشمال السوري، أعتقد أن هذه الرسالة هي بشكل مباشر إلى غير مباشر عفوا بشكل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر أوروبا. نعم أستاذ فراس، وقرار الإدارة الأمريكية بإبقاء نحو 200 جندي بمناطق شرقية الفرات، هل قلب المعادلة من جديد بالنسبة للعب التركي اليوم بالميدان السوري؟ لا أعتقد ذلك، لأن 200 جندي هم لا يعملون، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، يعني هم فقط ربما لأمور استخباراتية، أمور تكتيكية على أغلب الحال، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت في حال انسحابنا سنبقى
نحن محاوطون أو مراقبون للأجواء الجوية، بل حتى مسيطرون على الأجواء الجوية، وخصوصا في المنطقة الشمالية الشرقية كلها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هؤلاء الضباط هم من أجل الارتباط وإرسال العلامات أو ما يسمى بالتعاون العسكري. نعم. من أرض الميدان إلى الفضاء، ولذلك هذه قراءة لابد من استفادة من الدعم اللوجستي التركي. هنا لابد من تركيا أعتقد أن تدخل من هذا السياق، ولكن النقطة أو عقدة المنشار هي وحدات حماية الشعب الكردي التي حتى الآن لم يتفق كلا الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا كيفية التعاون مع هذه الوحدات التي تصنفها تركيا إرهابية لأن فيها عناصر من وحدات حماية الشعب، عناصر من PKK أو عمال كردستان. نعم أستاذ فراس، يعني على ما يبدو معركة منطقة البغوث آخر المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية باتت قاب قوسين أو أدنى مع انتهاء المهلة التي حددتها قوات سوريا الديمقراطية لتنظيم الدولة الإسلامية داخل هذه البلدة. اليوم بعد الانتهاء من قرية البغوث ستأتي تطورات إدلب بالمقدمة بالنسبة لكافة اللاعبين بالميدان السوري، كيف تتراءى لكم؟ كيف يمكن أن تتطور خاصة بمحافظة إدلب بشمال غرب البلاد؟ منطقة إدلب أو مدينة إدلب صارت ضغطا على تركيا بسبب التواجد لربما العناصر المشددة، وهناك بعض التقارير التي خرجت في هذا السياق للضغط على تركيا أكثر بأن عناصر من داعش بدأت تتسرب إلى إدلب ودخولها، وأعتقد أن ربما فيها نوع من المبالغة، ليس بهذه السهولة التسرب من شرق الفرات إلى إدلب، يعني واستخباراتيا حتى لم يأتي تقارير حقيقية يعني من تركيا حول هذا الموضوع، ولكن الوصول أستاذ فراس كريم لا نغيب أنه كريم هناك في تلكؤ روسي، في امتعاض روسي من عدم إتمام تركيا كامل المهمة اليوم بالنسبة لتطورات إدلب، اتفاق سوتشي بأيلول سبتمبر الماضي، لأن تركيا أن أيضا الطرف الآخر لم يلتزم بشكل كبير، هي دائما تشتكي إلى روسيا بأن قوات النظام ما زالت تستخدم القوة أو تصفف عن بعيد، لذلك هي تقول يعني أنا لن أخدم مجانا مثلا لا روسيا ولا حتى الطرف الحكومة دمشق ما لم يقم الطرفان بالكامل الالتزامات والتعهدات. وأيضا تركيا لديها رؤية واضحة ربما في مسألة إدلب، لا تريد التدخل العسكري، نعم ربما تدخلات استخباراتية، عمليات خاصة مشتركة ممكن أن تكون فيها روسيا مثلا، ولكن أن يكون هناك حربا دمارا تدميرا للمنازل والأحياء هذا لا تريده، لأن إلى أين ستذهب الناس؟ يعني نحن نتكلم على 4.5 ملايين تماما، هو الضرر سيأتي إلى تركيا، هذا واضح إذا حصلت أي حرب، لذلك يترفضوا تماما، هم يبقون التدخل. قبل فترة قامت جهات من المعارضة السورية بالهجوم على ما يسمى لقوات الحكومية، إذن هناك طرفان يقومان ببعض الرد طرفا على الآخر، ولكن ما لم يكن هناك حلا سياسيا أي توافق مباشرة على الحل السياسي منها اللجنة الدستورية وبعد ذلك الدستور، بعد ذلك كان ممكن أن نقوم بما يسمى تنظيف الأراضي الميدانية من جميع العناصر الإرهابية. هذه نقطة أخرى مهمة، ليس فقط اليمينيون بل أيضا اليساريون، لذلك لا بد من أولا إرساء قواعد الحل السياسي. حتى الآن ماذا حصل باللجنة الدستورية؟ ننتظر ماذا حصل في الدستور الجديد، حرية الحزب كيف ستكون؟ لذلك لن تقدم تركيا أعتقد على خدمة مجانية كما يقال ما لم يكن هناك اتفاقا واضحا سياسيا من أجل الحل الأزمة في سوريا، طبعا مع موسكو أولا وبعد ذلك مع إيران ودمشق. أستاذ فراس كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول. شكرا أستاذ فراس. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج الصباح.